اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي باستضافه الدكتور شاطر الدكتور هاني جبران، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه وكمان دكتور بطنه. نجهز الاسئله بتاعتنا علشان النهارده الحلقه مهمه جدا، خصصناها لاطفالنا في المدارس واولادنا رايحين المدرسه راجعين من المدرسه. رايح المدرسه سليم زي الفل، الواد رجع عنده رشح، عنده برد، بيكح، بيعدينا مشاكل صحيه، فازاي هنقول الوقايه خير من العلاج؟ يعني طفلنا راجع من المدرسه، ايه الاحتياطات اللي ممكن نعملها اول ما نشوفه مباشره؟ ودورنا ايه وهو رايح المدرسه؟ ناكله ايه ونشربه ايه عشان نقوي المناعه بتاعته؟ طبعا باستشارتي مع الدكتور وقعدنا نتشاور وفريق العمل بتاعنا، قدرنا ان احنا نعمل منيو النهارده متكامل فيه كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الطفل على مدار اليوم او الجسم على مدار اليوم وكمان مراحل العمر كلها. هنعمل النهارده كفته الدجاج بالشوفان، حاجه صحيه كده زي الفل، ونشوف هنتعامل معاها ازاي وما تفكش مننا وفي نفس الوقت ما تشربش زيت. معانا الجبنه القريش من خير الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مازبيرو، نقدر نعملها مع الجلاش ازاي ونضيف لها حبه البركه السمسم ندعمها قيمه غذائيه عاليه جدا اوميجا 3 زي ما احنا حابين. الحلو بتاعنا النهارده مفاجاه، هنعمل المافن بالتمر او الكب كيك بالتمر بطريقه الخاصه، ده كمان بهديه التمر بتاعنا بتاع الواحات بتاع سينا، الحاجات الجميله الحلوه اللي بنصدرها للدنيا كلها تقدر تعمليها في المطبخ عندك بطريقه لطيفه، كب كيك مافن، وتقدر تضيفي الحاجات الحلوه اللي بيحبها الطفل بتاعك. يعني حلقات النهارده مخصصه للاطفال وكمان صحيه، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. حلقه النهارده باستضافه الدكتور هاني جبران، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه وكمان دكتور بطنه. نصيحه مني، جهزي الاسئله بتاعتك واتصلي بيا مباشره وهنجاوب حضراتكم على الهواء مباشره، او هتروحوا بيت تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل باستضافه الدكتور هاني جبران، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه وكمان دكتور بطنه شاطر جدا. اهلا وسهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين كلهم، وان شاء الله تكون حلقه مفيده لكل الاسره ان شاء الله. منورنا لتاني مره يا دكتور. اذا ليا الشرف يا فندم. ونقع رغبه الساده المشاهدين على السوشيال ميديا. ده الحلقه المره اللي فاتت جابت اقبال جامد جدا، والناس استفادت، وانا عايز افيد الناس اكتر لكل حاجه حلوه ليهم ان شاء الله. حضرتك متابع برنامج اكل تومي؟ ده اكيد، ده روعة بقى. شوف لان في اكلات وحقيقي فعلا، والكلام ده بقوله للناس لان الاكلات الصحيه مهمه، وباخد منك اكلات وبقولها لعينين عندي في العياده، بقول لهم نسمع الحلقه ديت ونشوف الاكلات ديت علشان نعرف ناكل صح، لان مختلف الناس اللي عايزه تعمل دايت وتعمل رجيم ما بيعرفوش يعملوا ايه ولا ياكلوا ايه، فبقول لهم يتابعوا الحلقه لان فيها اكل كله صحي. يقدروا ان هم كمان هم عايزين يستفيدوا بس ما بيلاقوش الطريقه اللي يقدروا يمشوا عليها. وفعلا حقيقي طيب. واكلات في المطبخ كمان مختلفه بتساعدهم وازاي يعملوا حاجات كويسه. حضرتك بتخش المطبخ؟ اه. تعمل ايه حلو لو ده؟ انا ببوظ الدنيا اساسا، ببوظ الدنيا بس بعمل بيض تحفه. طيب دكتور هاري، عندنا الاكتئاب. ايوه، دايما يقول لك اللي بيعمل دايت جاي له اكتئاب وعايز بقى يعني كاره الدنيا واللي فيها. مظبوط. ما تاكلش ده وما تشربش ده، ازاي نتلاشى الموضوع وازاي اللي هو يقدر يعمل رجيم ويقدر يستفيد من البرنامج اللي ماشي عليه اللي بيوصفه له الدكتور ويستفيد صح، وفي نفس الوقت حالته النفسيه تبقى حلوه ما تاديش للانتحار في الاخر يعني. مظبوط. اول حاجه قلتها انت يا شيف حالا ان لازم يكون تبع اشراف طبي، يعني ما ينفعش ابدا اروح اعمل ريجيم لوحدي واقول انا هعمل الريجيم وكده، مش هيقدر يكمل عليه. والكلام ده هقوله للناس كلها، الانظمه موجوده على النت كتير قوي. يمشي يوم التاني ما يقدروش يمشوا التالت. حلو. لسبب واحد، لانه بيمشي لوحده وحاسس ان هو لوحده. لكن تحت اشراف طبي، الدكتور مش علشان بس يبقى متابع، تابع الحاله. حلو. متابعه الحاله اهم من النظام الغذائي. حلو. علشان نشوف ايه اللي حصل له، محتاج ايه، يشيل ايه ويحط ايه، هو ده الاساس من النظام الغذائي. طبعا علشان ما يجيليش اكتئاب وما بقاش متضايق، يبقى محتاج ان انا اعمل حسابي ان النظام الغذائي دوت اسلوب حياه. حلو. اسلوب حياه للعمر كله. انا باكل صح. حلو. مش ليا بس، لاسرتي. يعني اللي هيعمل نظام غذائي الاسره كلها تعمل نظام غذائي. حلو. علشان ما يبقاش عنده اكتئاب وما يبقاش حاسس ان هو لوحده. طيب يعني
طيب ماشي حلو قوي. طب استاذنك يا دكتور، شوف احنا بنعمل ايه صحيح؟ انا عمال اقول انا سكت عشان اعرف ايه اللي بنعمله. ده هنعمل اقراص الكفته بالشوفان. الله، ايه اهو ده الصح اللي يعني انا لسه كنت بقوله. يعني تسلم ايديك. قرص كفته الفراخ حلو كده بالشوفان بطريقه بسيطه وسهله. ماشي، مبتدئه في المطبخ، ام عايزه تعمل حاجه جديده لاولادها في نفس الوقت اكله فيها كل العناصر الغذائيه، وهي طبعا هنا يتصدرهم الشوفان بما فيه من الياف فعاله وغير فعاله، ومعانا فراخ طبعا بروتين حيواني، والتوابل بقى والتكمله والتجويد في الموضوع من بهارات وبيض وشويه من زعتر وبقدونس، وكمان نحط البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا. اعتقد المقادير موجوده على الشاشه، ممكن تصورها بتليفونك على السريع. الشوفان معانا والفراخ معانا، وقولي معانا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. انا حطيت هنا البيض يا دكتور هاني. ايوه، معاه بقدونس ناعم، معاه شويه بصل ناعمين. حلو، عشان في ناس بتحب تاكل البصل من غير ما تشوفه. أيوة، والثوم تاكله من غير ما تشوفه، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل. كويس، ونقلب الخليط ده كله مع بعض. معانا اتصال الاستاذ وليد. يا استاذ وليد ازيك؟ ايوه يا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ صباح الفل يا باشا. معايا الدكتور هاني جبران، اتفضل. الدكتور، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا وليد بيه، يا مرحبا، امرني. انا بشكر الشيخ بصراحه، عامل لنا نظام غذائي جميل وممتاز والله صراحه، وبشكر سعادتك على القناه مقدمها لنا من استاذنك يا عم وليد توقف التلفزيون. استنيت من طريق التوقيت. امرني يا وليد. وليد وقف التلفزيون بعد اذنك. ايوه، وطي التلفزيون بعد اذنك. القولون، اتفضل. ايه مشاكل القولون؟ قول لنا. ها، القولون. طيب شكرا. انا هقول لك مشاكل القولون يا وليد حالا. بص يا دكتور، بعد اذن حضرتك اقول، يعني عايز اقول لحضرتك نسبه كبيره ايوه من البشر يعني ما عندها مشكله مع القولون. يا اما ارتجاع من الريق، يا اما بياكل ويرجع حته بيتزا بالليل على المخده وهو نايم. والله العظيم، يا عيد لا بيه ولا عليه، ايه فجاه عندي ارتجاع مريء. فعايزين نقول للناس الاول نتلاشى ارتجاع المريء ومشاكل الكولون، وازاي نعالجه، دي تهمني قوي في الموضوع ده. كويس قوي، ممتاز جدا. نبتدي بقى نقول لوليد يعني ايه قولون عصبي، والناس اللي عنده قولون عصبي وده يعمل ايه. حلو، لازم لو كان في قولون عصبي ان هو معاه كل اكله بيحس بانتفاخ وقولون جامد في جسمه. حلو، يبقى لازم نعمل شويه حاجات معينه. اولا لازم تحت اشراف طبي. يعني ايه؟ لازم نتاكد بالظبط هل ده مشكلته مشكله عضويه ولا ممكن تكون، والكلام ده جديد، ممكن تكون مشكله نفسيه. يعني نفسيته هي اللي متضايقه، هو ده اللي عامل له القولون العصبي. يعني ممكن لو متضايق نفسيا يجي له قولون عصبي. فعلا هتلاقي ناس كتير قوي يقول لك انا اتخانقت النهارده مره واحده لقيت القولون بتاعي كبر وما بقتش عارف اخد نفسي. علشان الحكايه ديت محتاج ان انا اعرف بالظبط هل المشكله عضوية ولا مشكلة نفسية. طب نبتدي أول نقول إن هي مشكلة عضوية، نبتدي ندي العلاج لمدة أسبوع أسبوعين، وبعد كده لو مفيش استجابة يبقى نبتدي نحلها كمشكلة نفسية. حلو، ونبقى لو عندي مشكلة نفسية علاجاتها كتير ونحاول نقلل. لكن إن إحنا نمنع الارتجاع المريء ونمنع القولون العصبي محتاج إن أنا ما أكلش قبل النوم على الأقل بساعتين ثلاثة علشان ما يحصلش الأكل حتى يرجع. لو سليم ما عندوش أي مشكلة، وده المظبوط. طيب، فعلا قبل ساعتين لازم نكون موقفين الاكل خالص، ولو في ارتجاع فعلا نحاول نرفع المخده شويه على اساس ان احنا ما يبقاش في ارتجاع، ما يبقاش واقع ثابت كده، يبقى تقريبا 45 درجه نايم بيهم، هو ده اللي يحسس ان هو ما فيش مشاكل. مع العلاج، من غير علاج يبقى تاكد ان هو هيرجع له تاني وهيبقى له على طول. العلاج ده علاج دايم ولا علاج فتره معينه؟ بص، على حسب بقى. احنا لازم نعرف ايه سببه. لو كانت المشكله عضويه، في مشكله سببت ارتجاع المريء، ممكن يكون في عندي مشكله في عنق المريء نفسه، في عندي زياده في الحموضه. نبتدي ندي العلاج المناسب، وندي في نفس اللي الوقت اللي هي عمليه توازن في فرز الحموضه. وهقول لك على حاجه تانيه مهمه جدا، ان زياده الوزن ممكن تكون من الاسباب الرئيسيه في ارتجاع المريء. طيب ناخد اتصال ام احمد. بس ام احمد ازيك؟ ازيك يا شيخ، السلام عليكم. بس بعتذر عن التاخير، بس اسمعيني دقيقه واحده علشان انت صديقتي. لا يا فندم ولا يهم حضرتك. الله يبارك لك. تحياتي لحضرتك وللدكتور هاني. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا استاذ ام احمد، يا مرحبا. انا ليا الشرف ان انا اكلمك. الله يخليك، منور الشاشه. ام احمد ازيك؟ صباح الفل. صباح النور يا شيخ. انا بس تحياتي لحضرتك ووشه البرنامج والاستاذه المحترمه اللي بتبدا على التليفون. الله يبارك لك. السادة. أيوة مش السادة. بص يا ام احمد اتفضلي. طب بص، انا ليا سؤالين بس حضرتك، واتكلم حضرتك سامعيك. انا بس عايز اقول للساده المشاهدين احنا عايزين نستفيد بوقت الحلقه،
عمليا، وان احنا نقول المعلومه ونسال وكل حاجه، يعني نضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا يعني. انا حطيت هنا الشوفان، حطيت له شويه حليب، وحطيت له بيض وبقدونس وبهارات علشان احضره واجهزه لفراخ مفرومه. هعمل راس الكفته الفراخ بالشوفان، او كفته او اصابع الدجاج بالشوفان، وحطيت معلقه دي مع شويه حليب كده. انا كونت خليط هنزل عليه الفراخ دلوقتي اهو، عشان بس اللي بيشوف الحلقه معايا اهو. الخليط ده مهم جدا، ده حاجه شيك قوي. وسايب الشوفان يديني الالياف الفعاله والغير فعاله بتاعته. ده حلو جدا. اتفضلي يا ام احمد. الدكتور سامعك. امور يا ام احمد. الله يخليك يا شيخ. يا دكتور انا ليا سؤالين. السؤال الاول، عندي طفل عنده 14 سنه ما بيشربش ميه يا دكتور خالص، ولا في الصيف ولا حتى لما الجو بيبرد ولا اي حاجه خالص. كويس. ما بيشربش الا ايه كام يوم بس. مش عايزين نشوف حيله يعني كده نتصرف مع الطفل ده ازاي. السؤال الثاني حضرتك، احنا دلوقتي داخلين على الشتاء، فعايزين من حضرتك، وانا يعني بالذات في الشتاء بحس ان بيجيني برد كتير، فعايزه من حضرتك يعني ايه الاكلات اللي احنا والمشروبات اللي احنا تقوى عندنا المناعه. حاضر حاضر يا ام احمد. ان احنا نقوي مناعتنا. وبشكرك يا دكتور. ربنا يخليك يا ام احمد. ده انت قلتي حاجات حلوه جدا يا ام احمد، هنبتدي نشرحها دلوقتي حالا. اول حاجه، لعدم شرب الميه، الناس في الشتاء كتير ما بتشربش ميه. حلو. وده اول غلطه، محتاجين ان احنا نشرب ميه كتير. طب انا اعمل ايه بقى في الكلام ده؟ دلوقتي حتى في ابلكيشن، في حاجات منزلينها على النت ازاي تشرب الميه كل ساعتين ثلاثه. نحاول ننزله. مش قادرين، تعمل حسابك ان كل ساعتين لازم اشرب كوبايه ميه. كوبايه ميه كل ساعتين، بحيث تبقى على مدار اليوم في خلال اليوم كله شربنا 3 لتر 4 لتر، مهمين قوي. لان لو اشرب ميه كتير هتغسل لي الكلى، كل السموم هتروح. بالعكس، دي هتقوي المناعه عندي وهتساعد على التخسيس، ويخلي البشره نضرة، ما تبقاش بتبقى بهتانة. وده اللي بنشوفه دايما للناس اللي بتعمل أنظمة غذائية، اللي هي بتبقى عندها بشها بهتان لأنها ما بتشربش مية. واللي عندهم طبعا المية بتبين نضرة البشرة. أيوة فعلا. طب دكتور منى، أم منى ازيك؟ اهلا، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا ماما. احنا كده مش هنعرف نطبخ يا شيف ولا ايه؟ لا، اسئله كتير قوي النهارده. بس ايه اللي بنعمله ده يا شيف؟ اللي هو ايه؟ ده بقى دلوقتي بغلف كفته الفراخ بالشوفان كمان، بدل البيض والبصل. حاجه جميله قوي. قولي يا ماما منى عايزه ايه بقى؟ اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، عندي بنتي عندها 5 سنين وعندها ثقب في القلب، والمفروض كده هتعمل عمليه، الدكتور اجلها لها عشان وزنها 15 كيلو و600. ايوه. فهو عايزها تبقى 20 أو 22 كيلو. المفروض أكلها إيه؟ أوديها إيه إن هي تتخن؟ حلو جدا. هقول لك حاجة مهمة جدا، عشان تزيد في الوزن في الفترة ديت، احنا محتاجين ناخد العسل، تاخد العسل باستمرار، وتزودي كمان كمية البروتين في الأكل بتاعنا. لأن العسل أساسي علشان هيزود لها في الوزن، وهيزود في المناعة، وكمان زيادة البروتينات في الأكل، فراخ وسمك ولحمة، مهم قوي عشان نزود الوزن. وكمان يعني تنظيف المعدة يا دكتور؟ تنظيف المعدة. حكاية ان انا اخد حاجة علشان تنظف لي المعدة، ولا اخد شاي الرجيم علشان ينزل لي كل حاجة، على فكرة الكلام ده غير صحي. مفيش حاجة اسمها تنظيف المعدة. المعدة عندك سليمة كويسة، فيها عندك الاحماض ديت بتموت لي اي نوع من انواع البكتيريا، ما عدا بعض الحاجات البكتيريا اللي هي البكتيريا الحلزونية ممكن تبقى فيها مشكلة. طيب نعمل ايه؟ ان احنا نبتدي ناكل صح على مدار اليوم، مش هيبقى عندي امساك. تنظيف المعده اللي هو الناس اللي يقول لك انا عندي امساك كتير، من الاسباب الرئيسيه في عدم اللي هو الامساك بتبقى نتيجه عدم شرب الميه. شرب الميه كتير هتبتدي نعمل لنا الليونه في الامساك، ما يبقاش في امساك. نمره 2، ان انا اكل على مدار اليوم، باكل اكلات خفيفه، برضو مش هيحصل لي اي مشاكل، وهو دوت تنظيف. لكن ان انا اخد، يقول لك اشرب ديتوكس، مشروبات الديتوكس. مشروبات الديتوكس دي عباره عن ايه؟ فيها ورق خيار، وبيحطوا خيار وبيحطوا ليمون والكلام ده كله. الكلام ده حلو، لكن الاهم منه شرب الميه، مش الحاجات دي. طيب يا دكتور، بالليل كده الواحد يتسحب، يخش على التلاجه، يفتح التلاجه، اي حاجه فيها خلاص، يعني بيقول لك ايه، عاوز ياكل وخلاص. حلو. يعني يصحى من النوم فجاه هو جعان، ايوه، يبقى بيتعشى وزي الفل، او نايم من غير عشاء. المهم ان هو يصحى فجاه يفتح باب التلاجه وعايز ياكل.
تنصحه بايه هنا؟ تنصحه تقول له ينام ما يصحاش، دي اهم حاجه. لكن لو هو جعان قوي يبقى مشكله بقى ان هو ما اكلش على مدار اليوم او ما اتعشاش كويس. يبقى نعمل ايه؟ ان لو هكل على مدار اليوم هيجي بالليل مش هيحس بالجوع. بس لو حصل وقمت بالليل، وده على فكره اسمه سندروم، يعني ده نوع من انواع الامراض اللي معروفه جدا، اللي هو بيصحى من النوم لازم ياكل من غير ما بيحس، وبياكل سكريات كتير. وحصلت مع ناس كتير فعلا. طب يعمل ايه بقى؟ يبقى نحط اكل صحي جوه التلاجة، بحيث لو قام من غير ما يحس ولقى ان مفيش اكل غير الاكل الصحي يلاقي طعم من الاكل، هو ده اللي هيحصل. لكن لو حطينا شوكولاتات وحطينا ايس كريم هتلاقي ياكلها وهو يقول لك انا اكلتها ازاي من غير ما يعرف. طيب دكتور هاني، ايه رايك في الكفته اللي انا عملتها؟ دي مش كفته، ده شياكه، دي حاجه شيك قوي، انا مش مصدق فعلا. يعني حطينا شوفان جوه وحطينا شوفان من بره، بديل البيض والبقسماط، البيض جوه الكفته جوه الخلطه نفسها. ايوه، اما انا غلفتها بالشوفان وبعدين هحمرها في الفرن دلوقتي بعد ما تاخد صدمه صغيره على عين البوتاجاز. انت عارف ان الحاجه ديت ممكن كل الامهات تستخدمها في اللانش بوكس بتاعت الاولاد بدل ما يطلبوا حاجات من المقرمشات والكلام ده كله. دي اكله صحيه جدا. طيب، لاولادنا ياخدوها جوه المدرسه. دكتور، في سؤال مهم جدا دلوقتي، ايه بديل الملح لمريض الضغط؟ حلو، الكلام ده مهم جدا. ده ممتاز. ايه بديل الملح؟ اولا مفيش بديل للملح. الناس اللي تيجي تقول لك، والكلام ده انا عايز اقول لكل الناس، اللي هيقول هاخد ملح طبي غلط. اللي هيقول لي انا هاخد ملح الاحمر اللي هو الهيمالايا عشان صوديوم قليل برضو غلط. بديل الملح تقلل الملح. والكلام ده كنا لسه في مؤتمر قريب بنتكلم للناس المريضه الضغط. هل نمنع الملح خالص ولا نقلل الملح؟ نو سولت ولا لو سولت؟ هو نقلل الملح، لكن نمنع الملح خالص هتلاقي الملح موجود في كل حته، موجود في الاكل اللي احنا بناكله، فنقلله مش نمنعه. طيب ممكن تديني البيض ده دكتور؟ البيض ده سعيد. هو ايه الفرق بين البيض الاحمر والبيض الابيض؟ عشان لغايه دلوقتي مش عارف. الاثنين واحد مش كده برضو؟ على فكره دكتور انا عزيز، طيب بجد مفيش فرق؟ مفيش فرق. يعني امال اشمعنى البيض الاحمر بيبقى اغلى من البيض الابيض؟ عمليه نفسيه. صحيح، مظبوط. ولا ما انا عشان قلب ابيض. طيب دكتور هاني، طبعا لولا مطبخ خفيف ولا اللي هو الدكتور هاني بجد هو جاي بحب، هو يحب دايما مزبيره راجل طيب ده، ويحب ان هو يتواصل مع الشعبيه بتاعته الجميله من خلال برنامج اكل طعم. خلونا طبعا احنا دخلنا كفته الفراخ في الفرن، هعمل دلوقتي مافن التمر او مافن العجوه، دي موجوده عندنا بتاعت سينا بتاعت الواحات، نسميه كب كيك بالتمر او بالعجوه او المافن، الاثنين واحد بس بيختلفوا في تشربته بعد ما يطلع من الفرن. كمان الدكتور عايز يعرف التفاصيل. خلونا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف مع بعض الاكل الصحي باستضافه الدكتور شاطر جدا الدكتور هاني جبران، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه وكمان البطنه. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل الكب كيك لكل بنوتة حلوة بتشوفنا، لكل مبتدئة في المطبخ بتشوفنا، وكل الأطفال بالذات اللي بيتابعوا الشيف المغازي بيحب يخش المطبخ يا دكتور يبدعوا، يعني اللي تعمل كب كيك، اللي تعمل ميني بيتزا، اللي تعمل السندوتش البرجر الصغير، الحاجات الحلوة. هل تنصح الأم بإيه العظيمة اللي عندها ولادها رايحين المدرسة الصبح؟ أيوه، ايه اللي تقدر تعمله الام وفي امكانياتها تعمله وابنها رايح المدرسه؟ كويس، يعني احنا نركز على الحته دي بالذات يا دكتور بعد اذنك. انا هقول لحضرتك حاجه مهمه قوي. الحكايه ديت ان لازم تجهز السندوتشات وتجهز حاجاتها بالليل. حل، مش تقوم الصبحيه تعملها والا ده خطر. حلو، احنا لازم نخلي الاولاد يشتركوا في الاكل بتاعهم علشان ياكلوه. حلو، وبقدر الامكان نبقى عاملين حسابنا ان هو نفهمهم يعني ايه اكل صحي علشان ما ياخدوش المصروف ويروحوا الكانتين ويطلبوا حاجات غير صحيه. الا اذا كان موجود في الكانتين اكل صحي. حلو، نفهمهم يعني ايه اكل صحي، لان في حاجه مهمه قوي عايز اوضحها لكل المشاهدين. طيب استاذنك بعد اذنك، بس عشان نخش في الموضوع، انا هعمل دلوقتي الكب كيك، هستاذن الفريق الاعداد والاخراج الجميل. مقادير الكب كيك بالتمر او بالعجوه مقاديره بسيطه في متناول الجميع، 3 بيضات
كوبايتين من الدقيق، واحد كوب من التمر او العجوه، معانا من الزيت ربع كوب، ولو حبينا نقلل مفيش مشكله، سكر ربع كوب ما نكترش لان التمر غني بالسكريات. أيوة. معانا حليب واحد كوب، انا اسف، معانا فانيليا ربع معلقه، وبيكنج باودر معلقه. هي دي المقادير البسيطه. ده مهمه جدا اللي انت بتعمله ده يا شيف، تسلم ايديك. الله يسلمك. لان بدل ما كل الامهات تبتدي تاخد وتدي لاولادها حاجات مقرمشات مولع، يدي لهم حلويات من السريعه، لا احنا ممكن نعمل ده، مش هتاخد منها وقت، وتفرجوا اللي بيحصل دلوقتي. ما خدتش وقت مننا، وكل حاجه جاهزه وفي ايدينا، ممكن يدوها لاولادنا وهم رايحين المدرسه. بدل ما انا حبيت اعمله النهارده يا دكتور، لان الحاجه دي تقعد عندها يوم واثنين وثلاثه. ايوه، وسهل ان هو ياخدها الصبح او اللي هو بعد راجع من المدرسه، وجبه تصبره يعني. ولو كانت الام تخلي اولادها تشترك معاها في عمايل الحاجات، الاكل الصبحي، الاكل معاهم، هيبتدوا ياخدوه وياكلوه معاها. طيب يا يا استاذه نهلا، ازيك؟ استاذه نهله، بعتذر على التاخير، معلش. لا تحت امرك، اسف. اتفضلي. مرحب بالدكتور. هو دكتور ايه معلش؟ دكتور هاني جبران. اموري دكتور هاني جبران، مع حضرتك، اتفضلي. لا دكتور ايه، قلب ولا بطنه؟ لا انا دكتور بطنه وتغذيه علاجيه كمان. انت محتاجه ايه سؤالك وانا عنايه ليكي؟ الله يخليك. بص يا دكتور، طيب ربنا يكرمك، علشان انا بس عايزه اخس وكده، فرحت لدكتور التخسيس، كتبت لي على اب اللايف ده، وقالت لي تشربي جريس فروت او عصير زبادي بالفواكه، حاجه زي كده، تاخدي فانيليا بالجنزبيل، تاخدي لحول مغلي على ميه على الريق. فهل الميه على الريق بالليمون تعمل مشاكل في المعده؟ وبعدين قبل اللايت ده افلي الدنيا خالص يعني، دوبك بس معلقتين ومعلقتين. بالنسبه للشيف مغازي بقى، عندي صدر ديك رومي عايز اعمله في كيس حراري، فالطريقه ازاي؟ وتقولها لي ما تسيبنيش علشان عايز اعمله ومش عارفه. صدر ديك رومي عايزه تعمليه في كيس حراري. في كيس حراري؟ ايوه. حاضر، عينيا الاثنين. حاضر حاضر. تسلم يا غالي. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. تجاوبها الاول حضرتك الاول. نجاوبها دي بسيطه قوي. أفضل. ان هي بتقول ان هي تاخد الليمون والميه والكلام ده. اهم حاجه انك انت لما تاخدي دواء يكون دواء امن. يعني ايه امن؟ يعني تجيبيه من الصيدليه، ما تجيبوش من عند الدكتور، او تجيبيه من على النت. يبقى اول حاجه الادويه تكون امنه، جايه من الصيدليه فقط. واللي بيبيعها الصيدلي. وتكون عليها ترخيص من وزاره الصحه، ما نكونش مستورده او مهربه. نمره اتنين، نشرب ميه كتير زي ما كان حلو الكلمه. لكن هناخد بقى جنزبيل وقرفه. خدي جردلين جنزبيل كل يوم وقرفه كل يوم، من غير ما نعمل دايت ومن غير ما نعمل نظام غذائي كاننا ما عملناش اي حاجه. اما بالنسبه لصدر الديك الرومي، بتجيبيه طبعا بتتبليه بالزعتر، بالثوم، بصلايه ناعمه، شويه ملح، شويه فلفل يا ست الكل. ومفيش مانع لو حطيت معلقه عسل صغيره مع معلقه زبادي. هتقولي لي عسل مع زبادي ليه؟ الاثنين بيساعدوا على طراوه اللحم بعد ما يستووا في قلب الكيس. والرج جامد يا دكتور هاني. نرج الكيس؟ نرج الكيس طبعا، واخد بالك، وندخله الفرن طبعا يستوي في درجه حراره 180 وبألف هنا وشفا. حلو جدا. دكتور هاني طبعا لا يفقه شيء في المطبخ، ودي لا حاجه لا حلوه. لا لا، انا فظيع في المطبخ، بس انا ما بحبش انضف، ده شغلانه. شغلانه بس. طيب. حاجات حلوه قوي اللي انت كنت بتعملها ده يا شيف. حبيبي إيه يا دكتور. انا دلوقتي هبدا احط المقادير الكب كيك في قلب القوالب دي كده، وبعد ما اوزعها بالتساوي احط فيها العجوه او التمر. ايوه. وتخش الفرن وخلاص كده؟ بس سهل الموضوع. ايه ده؟ طب ده ممكن اي حد يعملها، ونخلي اولادنا بقى يعملوا الايه؟ الحاجات الصغيره دي. الحاجات الصغيره. وهيحبوها جدا وياكلوها. والاهم من كده ان احنا نقول لاولادنا ازاي ياكلوا وازاي يقوي المناعه بتاعتهم، لان التمر ده مهم قوي. يا فاطمه، ازاي؟ فاطمه. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. انا بوزع الكب كيك اهوت في القوالب بتاعته. أمورين ست الكل. ممكن اسال بس الدكتور، عندي مشكله مع بنتي كده، عندها سنتين وتسع شهور وما بتعملش حمام خالص، وعندها امساك مزمن. ايوه. الف سلامه عليها. وحاولت معاها بكل حاجه ان انا ادخل ملينات، طبعا جسمها استجاب من الملينات، ما عملهاش اي نتيجه.
وبحاول بقى معاها بالقراصية، وبحاول معاها بقى بالألياف الكوتا والبنسي. يعني عندها كم سنة ست الكل؟ سنتين. عندها سنتين وتسع شهور. عندها إمساك مزمن. هقولك تعملي ايه يا فاطمه دلوقتي حالا. اتفضلي. اولا لازم مش تدي ملينات من دماغك ولا من اي حاجه، لازم تكوني دكتور الاطفال يتابعها. لازم نعمل اشعه نتاكد بالظبط ايه هو اللي موجود في البطن، وليه اسباب القولون اللي موجود عندها اللي ما بتخلاش تعمل براز. عاده من الاكل بتاعنا ان هي بتاكل اكلات ما فيهاش خضروات كتير، وعدم شرب الميه هو دي المشكله. نزود الخضروات اكتر، نزود الالياف اكتر، نبتدي نشرب مية كتير جدا. لغاية ما تشرب ايه؟ مش بتشرب يعني الطفلة سنتين هتشرب مية؟ لازم تشرب مية. ونعودها تشرب المية، ما نشربش المياه الغازية ولا نشربش العصير بس، المية بصفة عامة هي الأساس. والأهم من كده نكتر الخضروات ونكتر الألياف في الأكل بتاعتنا. القراصية مهمة كمان. بس ما نحاولش ندي الملينات باستمرار وهي ده اللي تتعود عليها. ده لازم نكتر الألياف أكتر ونشرب المية أكتر. طيب أسألك سؤال يا دكتور. أو مرضي يعني طول النهار احنا بنسألك، فخلينا يعني أنا أسأل السؤال. أنا بحط بوزع الكب كيك دلوقتي في القوالب. أنا ما مليتهاش للآخر علشان تنفش. تنفش. طيب حاسس انك انت دلوقتي بقيت خلاص. لا انا بقيت خبره خلاص، ده هي مرتين ثلاثه وهتلاقيني واقف مكانك. ايوه. طب دكتور هاني، منين نعرف ان احنا عندنا نقص فيتامين د؟ ايه العلامات اللي بتبان على الوش؟ بص بقى، انت بتسالني اسئله صعبه قوي على فكره، بس انا هقول كده، والكلام ده اللي بتساله كمان في العياده. بص بقى، ايه هي الحاجات اللي نقدر نقول عندي نقص فيتامين د او ما عنديش نقص فيتامين د؟ نمره واحد واثنين وثلاثة، لو لقينا ان الشعر بطوله بيقع. نمرة اثنين، الضوافر بتتقطم. عادة كتير قوي بتبقى اسبابها نقص فيتامين د. نمرة ثلاثة، الخمول على طول، ما بقاش حاسة ان انا عندي نشاط. دايما تعبانة، بقوم الصبحية مش عايزة اتحرك. هي دي الأسباب الرئيسية لممكن نقص فيتامين د. هل ده ممكن؟ وممكن يكون حاجة تانية. لكن علشان كده محتاج إن أنا أعمل تحليل فيتامين د، ومش أي فيتامين د، فيتامين دي 3. هو ده اللي مهم قوي. وكمان ناخد العلاج المناسب باستمرار، مش ناخده ونوقفه وإلا هيقع تاني. لا، ناخده باستمرار. دكتور هاني، ايه الحاجات الحلوه؟ انا شغالك معايا في الحلقه ده. انا عينيا تمسك لي الكفته دي واحده واحده كده. امسك ايه وهي سخنه كده؟ انت عايز تموتني كده زي ما انا بعمل كده. امسك دي واحده بس كده. اغرفها. وده شغل. لا انت ما شفتنيش بقى في المطبخ بعمل ايه. ما مش حاجه بتسني السكينه. دي ياخد واحده 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 وترص. حاضر. عايزين نتفرج على الدكتور هاني. بص بقى، بص اتفرجوا وانا بعمل احلى شغل. نحطهم بديزاين بذوقك انت. الطبق ده تغرفه على ذوقك. ايه ده شكله حلو قوي على فكره. طب هتجيب لي بتاع، مفيش حاجة تانية تتممسك بيها. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. طب خلوني بس قبل الفاصل، مهم جدا عشان السادة المشاهدين، أنا هوزع التمر كده، بحطه في قلب الكب كيك أهو، بحط تمرية تمرية أهو. يلا أهو يلا. يعني إحنا ممكن زي ما قال الأستاذ المخرج الله يبارك له، ممكن نحط زبيب مع التمر. بس أنا حابب التمر بس علشان أستطعم التمر في مكونات الكب كيك بتاعي أهو. بحط تمرية طبعا، نخليها من النوى. اوعى تحط التمرايه. خلي بالك تشيل النوايا منها وتحطيها. ما عندكيش جوزك بالنوى. ما عندكيش النوى، ما عندكيش التمر ده، ممكن تحطي العجوه تعمليها كده كور زي صفار البيض وتحطها في قلب الكب كيك لوحدها اهو. هناخدهم على كده ندخلهم الفرن في درجه حراره 180. نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف كفته الفراخ اللي الدكتور هاني بيغرفها معانا الكب كيك بتاعنا الجميل بالتمر. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لرسم لوحة فنية. احنا بنجود شوية يعني. الدكتور هاني طبعا قال لي انا قعدنا اهو نقطع الليمونة. بص الليمونة قد ايه دي؟ كل دي ليمونة؟ انت ايه ده؟ اسمه ليمون ايطاليا ده. ايه؟
ليمون ايطالي بتاع ايطاليا؟ لا لا هي اسمها كده. ده بتجيبه منين ده يا شيف؟ لا موجود في بعض السوبر ماركات يعني. حلو ده. ايه بقى الفرق بينه بقى وبين الليمون الصغير؟ انا عايز اعرف لحضرتك ايه الفرق بين الليمون الكبير والليمون الصغير. بص هو انا عاده اللي انا قريته بس انا مش هعرف قوي، لكن انت تقول لنا ان انا عارف ان هو القشر بتاعه فيه فيتامين سي كتير قوي كمان. يعني ده مليان اكتر فيتامين سي وكبير كده وتلاقيه بيعمل منظر لا حلو. لا هو ده شويه ما فيهوش نسبه حموضه عاليه جدا. ده حموضه عاليه. الليمون بتاعنا الصغير تلاقي فيتامين بتاعه قيمته الغذائيه عاليه جدا اولا، وفي الحموده بتاعته زياده شويه. يعني ده اعمل منه عصير. ده قالب على سكري شويه. يعني ده اعمل منه عصير ليمون. لا عصيره حلو جدا، بس احط له ورقتين نعناع يبقى لطيف. صحيح. يعني لما اروح عند القهوه مثلا اقول له هات لي ليمون نعناع يجيب لي الحاجات دي. هات لي ليمون نعناع. انت تاخدها معاك؟ انا هاخدها. بص انا عملت جارنيش، ايه رايك؟ ما تنساش تسيبها. لا 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 انا هاخدها دي بجد هحطها في جيبي. عملت الجارنيش ده انا اللي عامله. في سؤال جانا من الكنترول دلوقتي على السوشيال ميديا عموما. ايوه. طفل عنده مشاكل اللي هو احمرار الوجه مثلا او اصفرار الوجه نتيجه ان هو بيتعرض للشمس كتير. مظبوط. بيرجع بقى خدوده حمراء ووشه احمر والجو ده كله، هنا في مشاكل صحيه ولا دي طبيعه البشره بتاعته؟ لا دي في مشاكل صحيه، يبقى كده عنده حساسيه اكيد من الشمس. ولازم يبقى تحت اشراف طبي يبتدي مامته تعمل ايه؟ لا يبقى لازم بقى واقي للشمس، دي مهمه قوي. في كريمات واقي للشمس بتختلف من على حسب انواعها وعلى حسب الدكتور اللي يحددها. ونعرف الحساسيه بتاعته وما نحاولش بقى نعرضه للشمس، لان التعرض للشمس مفيد وبيزود فيتامين د. ايوه، لكن كترها برضو خطر جدا ومضره لانها ممكن تسبب مشاكل صحيه للجلد وممكن تسبب مشاكل للامراض بصفه عامه. فالشمس لكن واقي الشمس مهم جدا لو عندنا احمرارات والكلام ده كله. وده مش الاطفال بس، حتى للشباب والناس اللي داخلين الجامعه محتاجين ان هم يحطوا واقي للشمس علشان ما يتعرضوش للشمس خصوصا في الوقت الحارق. طيب انا عامل دلوقتي يا دكتور هاني سلطه الزبادي بالثوم والنعناع كمان. انت عملت كل حاجه يا شيف النهارده اي ام ممكن تعملها لاولادها وهم رايحين المدرسه. حلو. كل كلمه خصوصا اللي احنا عملناه ده والمافن اللي هيطلع دلوقتي والزبادي، كل ده وجبه كامله متكامله الام لو عملتها النهارده وودتها لاولادها في المدرسه هيبقى ده اكل صحي ومش محتاجين يجيبوا حاجه. عايزين نقول للساده المشاهدين الواحده من الراس اللي مع حضرتك ديت فيها قد ايه سعرات حراريه؟ لا هي اذا كان فيها بيض او اذا كان فيها شوفان او اذا كان فيها مكونات من البصل وكل المقادير دي كلها. حلو. اللي احنا عملناه واحده بس. واحده بس. اولا احنا ما حطيناش زيت كتير خالص، كميه الزيت قليله. حلو. كميه البروتين فيها عاليه جدا والشوفان. كل ده هيبقى أكل صحي يحس بالامتلاء كمان يحس إن هو شبعان جدا مش محتاج يجيب أي حاجة ولا أي أكل تاني بعد كده. وهو هيبتدي دوت، لأن مشكلة بقى عندي واللي أنا بشوفه مع الأمهات كتير إن هم بيهملوا وجبة الإفطار. دي مهمة جدا. وجبة الإفطار لكل الأمهات مهمة. طب قبل ما نقول على وجبة الإفطار ناخد اتصال. مين يا فندم؟ يا مدام وفاء ازيك؟ اهلا اهلا. بنعتذر على التاخير يا مدام وفاء، اتفضلي. الحمد لله. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا مدام وفاء، يا مرحبا اموري. لو سمحت عندي حفيدتي عندها 21 سنه. ايوه. ورفيعه جدا جدا. كويس. عملت فحوصات قالوا ما فيهاش حاجه، فانا عايزه ايه الاكل اللي يخليها تسمن شويه يعني. حلو قوي. هقول لك حاجة كويس انك انت اشكرك يا استاذه، اتفضلي. انك انت مهتمية بحفيدتك يا استاذة وفاء. ربنا يبارك لك ويخليك. اغلى الولد الولد. طبعا دي نمرة واحد واثنين وثلاثة، لازم نعمل شوية تحليلات ليها. حتى لو كانت بتقول التحليلات منها مش هتصدقي الكلام ده يا وفاء. تعمل تحليل فيتامين د، لان لو كان في نقص فيتامين د ممكن هو ده من الاسباب الرئيسيه اللي هي بتقل في الوزن. حل. نمره اتنين، نشوف كمان تحليل براز ليكون عندي ديدان، والاهم من كل الكلام ده نزود البروتينات وتلعب رياضه. حل. تلعب رياضه يا وفاء، لان لو ما لعبتش رياضه هتبقى عندها دهون كتير ويبقى جسمها مرهرط وهي 21 سنه هتبقى متضايقه. لا انا عايز جسم كامل متكامل مع الرياضه. جاي لك شكر طبعا من خلال السوشيال ميديا يا دكتور هاني. أيوة. دكتوره منال عز الدين. اهلا اهلا. ده ليا الشرف. ده استاذتنا بتقول لك المنيو متكامل جدا زي ما حضرتك بتقول ورائع، وحضرتك متجاوب مع كل الساده المشاهدين. ده ليا الشرف. ده دكتورتنا دي فوق دماغنا. اشكرك حبيب. ايه الحاجات الحلوه دي يا شيف؟ ايه اللي انت عامله بقى؟ دي خس يعني جاء على بالي كده، احط شويه خس مع النعناع والثوم في السلطه الحلوه دي كده، بحيث ان هي تساعد على الهضم. الله. وتعالج مشاكل الامساك. صح.
هل هذا الكلام علميا صح؟ مظبوط يا فندم اللي انت قلته ده مظبوط. احنا كترنا الالياف موجودين في الخص ودلوقتي الكابوتشه طلعت كتير فنبتدي بقى نشتريها ونبتدي نبيع مع الزبادي. ويا ريت بقى لو كان زبادي خالي الدسم لان انا بسمع الكلام ده كتير يقول لك زبادي خالي الدسم دوت او اللبن خالي الدسم ده ما فيهوش فايده. الكلام ده غير صحي وغير مظبوط. اللبن خالي الدسم في نفس الكفاءة الغذائية بتاعة الكامل الدسم ما عدا الدهون. الزبادي خالي الدسم مهم جدا ودوت الأهم اللي ناخده على طول ونعود أولادنا إن هم ياكلوا باستمرار وهو ده اللي بنعمله. الزبادي مهم قوي طول الليل لو خدناه هيساعد على الهضم وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه إمساك عندنا. حلو. طيب سؤال تاني يا دكتور بعد إذن حضرتك. مريض السكر ومريض الضغط دايما يقول له ابعد عن الملح، ما تاكلش ملح، ما تاكلش سكريات، هنا تنصحه بايه؟ ان هو في حاله لما جسمه او هو شخصيا نفسه تيجي على حاجه حلوه او على حاجه حادقه ياكل ايه؟ لا ما ياكلش، ياكل صح لان هو خلاص احنا عندنا امراض. بس بقى ما احنا مش هينفع ابدا نقول اصل انا نفسي نقول له ما تاكلش، يعني ما ده احنا نرجع برضو للاكتئاب والحاله النفسيه. لا احنا نقول له ياكل، بس ناكل ايه؟ ياكل بقى ولا العلم هنا ما فيش تقدم؟ لا 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 في احنا الاهم حاجه اللي احنا ناكل صح. يعني يعني احنا بدل ما ناكل الحاجات اللي فيها سكريات كتير يبقى ناخد الحاجات القليله السكر والحاجات اللي فيها سكر الدايت يكون خالي من ماده الاسبرتام. ده لمريض السكر. حكايه ان هو انا ليا معلقه سكر واحده او انا ليا معلقتين في اليوم والكلام اللي بسمعه مع الدكاتره الكتير يقول لك انا ليا معلقتين في اليوم. مفيش حاجه اسمها ليا معلقتين في اليوم. يا نعمل دايت يا ما نعملش دايت. يا تعمل سكر الدايت وتاخده. طب وايه المشكله لما نعمل كنترول من البدايه ونقول الوقايه خير من العلاج ويبتدي ناخد بقى لو انا عندي وزن كويس نبتدي ناخد. ودي الكلام للامهات. يا استاذه فاطمه. الو. يا استاذه فاطمه ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا ست الكل. أمريني. الأمر لله. أنا كنت عندي 24 سنة. تاني ست كل معلش. عندي 24 سنة. 24 سنة. اتفضلي. وجسمي رفيع جدا. وكان عندي جرثومة الحلزونية بتعالج منها بقالي 3 سنين ومفيش أي حاجة عاملة معايا وجسمي رفيع جدا. طيب. بصي أنا هقول لك. عليا قوي. هقول لك تعملي ايه دلوقتي بقى عشان جسمك رفيع وانت عندك الدوده الحلزونيه والكلام ده قلناه قبل كده. بصي بقى لو هي دي المشكله ان انا عندي دوله حلزونيه لها بروتوكول معين تحت اشراف طبي، لها مضاد حيوي وكمان مضاد للحموضه ولها تاخديها لمده 15 يوم وبتعملي بعد كده التحليل وبتروح. لكن الاهم من كده عشان جسمك رفيع محتاجه تلعب رياضه. الرياضه اساسيه جدا نمره 2 والاهم من كل الكلام ده ان احنا ناكل عسل باستمرار وتلعبي تاكلي بروتين كمان زي مهم قوي. لكن ان انا ما اكلش خالص او ما احس ان انا ماليش نفس نشوف نفسيتنا ايه مشكلتها. هل انا عندي نفسيا متضايقه؟ هل انا عندي اكتئاب؟ نتعالج وناخد العلاج المناسب علشان تتخني وتبقي بصحه مش تخن وخلاص. وده الاهم يا اي دكتور. احنا ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملها دي يا شيف والاحمر اللي على الوش ده؟ عندي فلفله حلوه عملت منها رمز القناه الاولى. ايه ده؟ شفت ازاي؟ الله. هيجيبه معايا فرسان التلفزيون المصري. الله. تيجي معانا دي يا شباب؟ حبايبي ايه الجمال والدلع ده؟ ايه ده؟ ده القناه الاولى اهي. الله عليك. الله ده ايه ده؟ وهم كن الكلام ده ممكن نعمله مع الامهات بدل ما يحطوا القناه الاولى يحطوا اسم الاولاد يحط كده. صلى على الحبيب قلبك يتيم. صلى على ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي؟ ايوه يا فندم. ايه الجمال ده يا فندم؟ الله الله. هو ده الكب كيك اللي احنا لازم ياخدوه للاولاد وما خدش وقت خالص. يعني محتاجين ان هم يعملوه ويدوه لاولادنا وفي نفس الوقت مش هيبقوا تعبانين وبالعكس مش محتاجين ياخدوا اي حلويات من الشارع او يجيبوها من اي حته. ما قلتيش تسلم ايدك يا شيخ. تسلم ايدك طبعا. ده يا نهاري ده انا هاكل منه دلوقتي عشان تبقى عارف. يعني شفت الكب كيك ده؟ ايه ده حلاوه الجمال ده؟ انت عملت كل حاجه صحيه ممكن الامهات تستخدمها من دلوقتي. والاهم من كده انا كنت عايز ابلغ الناس كلها العسل. العسل يعني لو عسل مهم قوي كل الامهات توقف عيالها بقى طابور كده وتديهم عسل الصبحيه. هيقرفانين تعبانين نجيب سرنجه 5 سنتي نملاها عسل وكل واحد في بقه 5. طب بمناسبه العسل
تمام. بمناسبة العسل يا دكتور، الطفل عنده سنتين، هل العسل له ضار ولا نافع هنا أو النوى؟ العسل كويس، العسل الأبيض مهم جدا، ولو كان هو عنده أنيميا، وفي أطفال كتير عندها أنيميا، يا ريت نكتر من العسل الأسود أكتر. طيب. فنديلهم لكن نتأكد إن هو ما بيبقاش هو ده يسد نفسهم، ليبقى جزء يحطوه مع الزبادي، ممكن ياخدوه الصبح، يعني إضافات للأكل بتاعه، مضافات للأكل لأن يحطوه. طيب. وبدل السكر العادي يبقى العسل. طب بمناسبة حلاوة المولد، كل سنة وحضرتك طيب. انت طيب، ده لسه كنت هسألك الموضوع ده. والسادة المشاهدين بخير إن شاء الله، لنا مفاجأة مع حلاوة المولد على شاشة القناة الأولى كالعادة. أي. ما بيفوتناش مناسبة. بتتعمل بالعسل، بتتعمل بالسكر، وبتتعمل بفليفر كتير قوي، إذا كانت الحمصية ولا الفستقية ولا اللوزية وهكذا. تنصح هنا بإيه؟ ننصح بإيه؟ بوجود العسل أو السكريات في حلاوة المولد علشان يخس ولا يتخن؟ لا، نستخدمه إزاي أو الكميات؟ لا هو بص، اللي عايز يخس مفيش حاجة اسمها ياخد حلاوة المولد، يدوق بس. يدوق. أيوة. يعني أنت بتاكلش حلاوة المولد يا دكتور؟ لا، أخد حلاوة المولد لا باكلها طبعا. لكن هقول لك حاجة. أنا أولا حلاوة المولد غليت قوي، فلازم نعملها في البيت أحسن، ويا ريت لو في نقدر يقول لنا يا شيف تعمل لنا حلاوة المولد دايت، يبقى تحفة. لكن حلاوة المولد كموسم يدوق بقى، لانها عباره عن ايه؟ مكسرات، ودي حاجه كويسه، بس كميه الجلوكوز والسكر اللي فيها. والاهم من كده، يا ريت ناخد حلاوه المولد من مكان امن. يا ام ندى، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ام ندى؟ قصدي ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا ام ندى. الله يخليك. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك الدكتور هاني، اتفضل. اموري يا ام ندى، تحت امرك. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام. اموري. انا عندي طفل عنده 11 شهر. 11 شهر. ناكله ايه؟ اصلا الاكل اللي هو السراك ده مش قابله، الاكل الحلو دايما مش قابله يعني. حلو. بصي بقى. وعندي سؤال تاني. عندي بنتين في المدرسه في 6 و5. بنديلهم جبنه بس. جبنه اللي هي المعلبه اللي هي الصناعيه دي. المثلثات. لا مش المثلثات، اللي هي الجبنه العاديه دي. ايوه. حلو. فهما طبعا الفاكهه ما بتبقاش متوفره وكده، يعني بياخدوش غير جبنه، يعتبر في عيش اللي هو العادي اللي هو القمح ده. أيوة. هل دي يعني بيغذيهم ولا ما بيشربوش اللبن اصلا؟ ما بيشربوش اللبن ده. حاجه جميله قوي. هقول لك تعملي ايه حالا. بصي بقى، الاولاد اللي هم الكبار دلوقتي ان هم ما بيشربوش اللبن، ما هو عشان اللبن انت بتدي لهم صرف كده، يا ريتك تحليه بقى بحاجات تانية. نحليه بالعسل، نحط عليه شويه موز، نحط عليه فاكهه خفيفه جوافه، يبقى بحيث ان هم ياخدوه معاهم ويشربوه، علشان اللبن ده مهم جدا. طيب انا بالعيش، العيش بتبقى لما نيجي ناخد العيش بتاعنا بخمسه اللي هو بخمس ساغ، ويقوموا قاطعينه نص كده ويدوله شكله يخض كده. فهنعمل ايه؟ يا ريت بقى نعمل اشكال للعيش. طيب. يعني ايه؟ يقطموه. نعم. اولا نورتني وشرفتني، ربنا يخليك. انا جاي اسال سؤال حضرتك بس أمر. في عجاله نجاوب عليه. ده استئذان. مريض عامل منظار، هيعمل منظار. أيوة. هل المنظار ده له اثار جانبيه بعد ما يعمله في عجاله؟ حلو. خالص ولا حاجه. يعني المنظار قال له الدكتور هنعمل لك منظار على المعده عشان نشوف مشاكل القولون والهضم وارتجاع المريء وهكذا. مظبوط. له اثار جانبيه ولا حاجه ما دام في موجود في المستشفى والدكتور هو اللي بيعمله وتحت اشراف طبي، مفيش اي مشاكل، يخلص من هنا ولا كان حصل امان حاجة. يا لالالي. خلصنا الحلقه بتاعتنا، وحلقه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها كل العناصر الغذائيه طبق طبق. أيوة. اذا كان الكب كيك بالتمر مع قرفه وسكر، اذا كان سلطه الزبادي بالخيار والنعناع. الله. اذا كان اقراص الكفته بالدجاج والشوفان، ودي شهاده من اهل العلم الدكتور هاني جبران، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه وكمان البطنه. نورتني يا دكتور. ليه الشرف يا فندم بكون معاكم النهارده. اشكركم. اشكر السلام. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا دكتور؟ من ماسبيرو طبعا. شكرا. We'll be right back.
الصبح.